الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، انتهى به الحديث في اللقاء الماضي لدى قول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وقد ذكرت بعض ما يسره الله تعالى، وأبرزت أن المنهي عنه الآن هو إطراء الإنسان نفسه، أو نسبة الإنسان نفسه هو بالذات إلى الصلاح والخيرة، والترفع بذلك على الناس. إن الخيرة في الناس هي فضل من الله عز وجل، لمن تحققت فيه فكان تقيا وكان خاشعا وكان، ولكن هذا كله إنما هو تعامل مع الله. إنسان يتوجه بهذا إلى الله لا إلى المخلوقات، ولا يعنيه شيء في شيء أن يكون المخلوقون عارفين بذلك أو جاهلين به، بل الأصل عند كثير من الصالحين أنهم كانوا دائما يدفنون أنفسهم في الخمول وفي النسيان، كانوا لا يحرصون على أن يرى منهم أثر الصلاح لأنهم لم يكونوا يتاجرون بذلك، كان الصلاح مكسبا لهم. فإذا بدا أن الناس قد اطلعوا على أحوالهم، ربما كان الواحد منهم يختفي من المجال أصلا ويغيب عن أنظار الناس، لأنه كان يحب أن يكون صلاحه حقيقيا ومتوجها به إلى الله عز وجل. إذن هذا هو المطلوب. فتزكية الإنسان نفسه قد تكون ناشئة عن شيء حق. وقد قيل لأحد الحكماء: ما هو الشيء الذي هو حق ومع ذلك لا يجوز البوح به والحديث عنه؟ قال: هو حديث الإنسان عن نفسه. إذا كان الإنسان على درجة من التقوى والصلاح، فحديثه هو لو قال إنني من الصالحين أو كذا أو كذا لكان ذلك صحيحا ليس كاذبا، ومع ذلك ليس ذلك جائزا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يقعد عن الدرجات العلا، يتوقف لأنه يصير مشغولا بالمرحلة التي يعيش فيها، وكأنه يسوق نفسه للناس، كأنه مشغول بالناس وليس مشغولا بهذه الرتب التي يمكنه أن يتدرج فيها وأن يرتقي درجة بعد درجة من غير أن يعنى بأمر الناس. ولكن هذا أمر ليس سهلا، بل هو أمر صعب. والقرآن جاء ليصلح النفس أساسا، ومن هنا يتميز القرآن عن القانون، عن التوجيهات البشرية بهذا الأمر. هل تجدون في نصوص القانون مثلا الوضعي مادة تنبه الإنسان إلى ألا يزكي نفسه مثلا؟ أين يوجد هذا؟ القانون مظهري ظاهري، يتعامل مع ظواهر الأشياء ومع الحوادث ومع الأشياء فقط، لكن القرآن يغوص في الأسباب، يغوص في البواطن، ومن هنا يكون المجتمع الذي ينشئه القرآن مجتمعا صالحا، في حين أن المجتمع الذي يحرسه القانون يكون مجتمعا، قد يكون المجتمع صالحا مظهريا، وإذاك لا يمتنع أن ينقلب وأن يتغير، كما نرى الآن ذلك في كثير من المواقف دول ومواقف هؤلاء الذين يزينون الأشياء بالمصالح، فهم يتقلبون ويتحولون مع المصالح ويدورون معها حيث دارت. هذه خصيصة القرآن، أنه يعالج الأشياء في أساسها ويعول أساسا على الإنسان لا على الأحكام. الإنسان حينما يصل إلى هذه الدرجة ويسمو إلى هذا المرتقى ويصبح بإمكانه أن يكون خيرا ولا يبالي بالآخرين أن يعرفوا إن كان خيرا أم لا، فهذه درجة من السمو والارتقاء. وإلا فالإنسان حينئذ يصير مشغولا بالناس،
لماذا حرم الإسلام الرياء؟ الرياء ليس نهيا عن الفعل ونهي عن جعل الآخرين يرون الفعل. الرياء ليس فيه نهي عن فعلك شيء، ولكنك حينما تريد للآخر أن يرى فعلك فقد صرت تابع للآخر، وأصبح الآخر أهم لديك من التوجه للخالق. هذا شيء كبير، وهو شيء متفش في الذين يعنون بالتربية الإسلامية. لا أتحدث عن الآخرين، الذين ليس لهم هذا المشرب لا يتحدث معهم في هذا، لكن الذين يعالجون أنفسهم بأنفسهم ويريدون أن يكونوا سائرين في حياتهم وفق مقتضى الشريعة قد يغفلون عن هذا وقد لا يتنبهون له. ولذلك سمي الرياء شركا أصغر، وهو يدب في القلوب دبيب النملة على الصخر، ولكن الإنسان حين يشغل عنه ولا يبالي به يقع له ما يقع. إذن هذا كله يعطيك أي مستوى يجب أن يكون فيه الإنسان. في بعض الكتب الأدب يقال إن رجلا كان يصلي صلاة متئدة ويحسن ركوعها وسجودها، لأن بعض الناس كان ينظر إليه ولكنه كان مع ذلك مغفلا، فكان يصلي يسجد ويركع وكذا، فكأن بعض الناس استحسنوا منه ذلك، فقال بعضهم لبعض: ما أحسن صلاته. شكروا صلاته وسكتوا، لم يفيضوا في ذلك، وقفوا. فالتفت إليهم وقال: ومع ذلك فأنا صائم. هم تنبهوا لصلاته ولكن لم يعرفوا بأنه صائم، فنبههم إلى أنه صائم، فلا هو صام ولا هو صلى. لماذا؟ لأن بقي هذا الجانب كأنه لم يعرف فأفاد به. ومن هنا قلت إن كثير من الأشياء التي يحرص عليه بعض الناس من المظهريين، من الذين يريدون أن يكون رأس مالهم في التدين هو المظهر، يبالغون في هذه الأشياء ويحرصون عليها ويسوقونها ويدفعون إلى من ينشر هذه الأشياء عنهم. كثير مما ينشر الآن عن بعض الناس ليس صوابا، إنما هو وهم يباع بثمن، وهذا يعطيك في نهاية المطاف تدينا مغشوشا، تدينا غير صحيح، لأن التدين هو العمق. أنا لا أنكر قضية المظاهر، لابد أن يكون المظاهر شرعية، ولكن ليس هي الشيء الذي يحرص على الإنسان ليتعامل به مع الناس. الدين أساسا تعامل مع الله والتزام بالمظاهر وبالأحكام الشرعية، لا بد من ذلك، لا يجوز إغفال، ولكنها ليست هي القصد. القصد هو وجه الله عز وجل، وبالتالي فالإنسان يصحح هذا المسلك ويتوجه إلى الله. هؤلاء الذين يزكون أنفسهم بشتى أنواع التزكية أو يدفعون من حولهم إلى أن يزكوهم وأن ينشروا عليهم الخرافات والخزعبلات، فكثير من هؤلاء يجعلون الناس تعيش في الوهم. كثير من الناس يعيشون الآن في وهم إلى درجة أنك تختلط عليك الدرجات. في الإسلام هناك درجات، مواقف ومقامات، فالربوبية مقامها معروف، والنبوة مقامها معروف، والصحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم معروف، والتابعون مقامهم معروف وهم ليسوا كالصحابة، ثم الذين يلونهم من الناس، هذه رتب. لكن الناس حينما يبالغون وحينما ينشرون الخزعبلات والخرافات وحينما يجدون عقولا معطلة تسمع لكلامهم تختلط الدرجات، فإذا بالشخص العادي يتجاوز مستوى الصحابة ويفوقهم
بل يلتبس أمره مع الأنبياء فيلتبس عليك الأمر، هل يقدم لك هذا الشخص على أنه إنسان صالح أم هو نبي؟ وبعض المرات ربما تجاوز مقام النبوة أصلا وادعى ما لم يكن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا الأمر، لأن ضبط التفكير وضبط هذه المعايير هو الذي يؤدي بنا إلى أن نتدين تدينا صحيحا، وأن لا نعيش في وهم أو في زيف. وإلا فما أكثر ما يقال، ما أكثر ما يقال في الادعاءات وفي في 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 الدعايات وفي الإشاعات، شيء كثير. والأمة التي تغلب في فكرها تعيش بالإشاعات، إما خيرة وإما شريرة، إما أنها الخصم يشاع عنه بأنه ليس على شيء، والآخر الذي هو منه هو كل شيء، وفي نهاية المطاف لا يكون أي شيء، يبقى الوهم. فالله تعالى وجه الأمة إلى هذا الأمر، ألا يزكي الإنسان نفسه وإن كان ذلك صوابا وإن كان ذلك صحيحا. إذا قرأتم مثلا قول الله تعالى وهو يحكي عن يوسف، يوسف عليه السلام حينما رفع إليه أمر الرؤيا في السجن، ماذا قال؟ قال ذلكما مما علمني ربي. وقف المفسرون عند هذا، لماذا قال يوسف بأنه في هذا المقام جاء الناس يسألونه عن الرؤيا فقال ذلكما مما علمني ربي، لماذا يتحدث عن علمه؟ أنا عندي علم. قال بعض المفسرين وهذا موجود في الكشاف، قال إذا ظن العالم ألا يستفاد من علمه إلا بأن يقول أنا أعلم هذا الباب، فيجب عليه أن يذكر أنه عليم بذلك الباب. هؤلاء جاءوا يسألون يوسف وفيهم اضطراب وشك، فأعطاهم بأنه عليم بهذا الباب، فأفادهم بأنه سيقول كلاما سديدا. وهذا يدل على المنهج، المنهج كان قائما في قصة يوسف، المنهج واقعي. حينما سأل الملك من حوله، حينما قال لهم إن رأيت سبع بقرات سمان، ماذا قال في نهاية؟ افتوني في رؤياي زيد إن كنتم للرؤيا لا تدجلوا علي. قال افتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون، افتوني إذا كنتم إذا كان لكم علم. ولذلك تملصوا وقالوا أضغاط أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين، وأحالوا على من يعرف. لاحظوا هذا الأمر، لو كان الأمر بالنسبة لأناس من مثل هؤلاء لأجابوا لأن الذي يكذبك في الرؤية، ما هو الذي يكذبك في الرؤية؟ أفتي بما تشاء، الرؤية على كل حال ليس لها معيار ليعرف صواب، قل له ما شئت. فهو أولا كان محتاطا، كان محتاطا، افتوني في الرؤية إن كنتم للرؤية، إذا كنتم شغلكم ماشي بعد علي ما تخربقوا ليش المسائل. ها هم قالوا حتى احنا ما خاطينا هذا الشيء، ما نعرفوش هذا الشيء، ما كاينش الآن. هذا الذي يسأل لا يعرف من يسأل، ولا يقول له واش تعرف ولا ما تعرفش، يتلقى شي واحد خارج بجلبة من الجامع يقول الله يخليك، الآخر يقول له ها هو يجاوبك. ولذلك تأتي الفتاوى الآن، إن واحد إنسان يعرف بأنه إمام، هل يعقل أن يكون إمام وهو فقيه؟ فيسأل فيجيب فيضل ويضل وانتهت القضية، وما معليش شيء، ذلك إذا مشى الجهنم الله يهني. هناك من لا يعلم هذا. ولذلك كان الإمام مالك يقول إن مما ينبغي أن يورث العالم جلساءه قول لا أدري، قول لا أدري، مما ينبغي أن يعلم يورث العالم جلساءه، أي هذا المنهج في التعليم، يعلم الجلساء أن يكون لهم هذه الشجاعة أن يقولوا لا أدري. فيما لا تدري يجب أن تقول لا أدري، لأن هذا الأمر دين وقد تخطئ، ولكن أن تفتي الإنسان عن الدين ولكن من فكرك أو من رأيك
ولم يسألك عن رأيك، سألك عن الدين، فإما أن تجيبه في الدين وإما أن ترجئه وتسكت، وإما وتمهل حتى تراجع الأمر. أما أن تجيب في كل قضية فهذا مجازفة، لأن ما كل جواب يمكن أن يحضرك في نفس اللحظة. إذن هذا الملك احتاط، والآخرون كذلك وضعوا أنفسهم في مكان. حينما رفع الأمر إلى يوسف عليه السلام قال ذلكم مما علمني ربي. واستفاد منها العلماء أن العالم إذا لم يستفد منه إلا بأن يقول ذلك فينبغي أن يقول ذلك، لأن الناس قد يكونوا موجودين ويتحدث الفلان والفلان من ليس له اختصاص، فقد يقول أحدهم أيها السادة لا تتكلموا في الأمر، هذا الأمر أنا أتكلم فيه لأنني متخصص، لأنني درسته عن العلماء، وهذا لم يسميه الناس تزكية، هذا لم يشي زكية، هذا مثل اللافتة التي يضعها الطبيب على باب العيادة، هل هي تزكية؟ الطبيب حينما يفتح عيادة معينة يضع اسمه وتخصصه والجهة التي أهلته أي الكلية التي تخرج بها، وكلها الأشياء إذا كانت صحيحة وصادقة هي ضرورية للعمل، لأن الناس حينما ينظرون إلى هذه اللافتة يتقدمون أو يتأخرون. هم إذا كانوا يبحثون عن طبيب في الجلد لا يدخلون إلى طبيب مثلا الأعصاب أو طبيب مثلا جراحة أو طب الباطني مثلا أو ما شيء من هذا القبيل. فهذا يحدد ويفيد الجميع، يفيد الطبيبة تشتغل فيما يعرف، ويفيد المريض حتى يذهب حيث يجب أن يذهب. إذن هذا بينت لكم بأنه هذا القول ليس تزكية. ومن هذا الباب أن الله عز وجل يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء، الله يزكي من يشاء لأنه يزكي عن علم. فقد زكى الله الأمة الإسلامية فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكان كذلك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تزكية إلهية. وزكى الله عز وجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى الآخر. ثم يقول وكلا وعد الله حسنا للصحابة، لذلك لا تزكية بعد تزكية الله تعالى، ولا حد لحق لأحد أن يجرح من عد له القرآن. هذه تزكيات معروفة، تزكيات شاملة للأمة، تزكية للصحابة بأنهم أخص أفراد هذه الأمة، وتزكيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه، وهناك أناس شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو وحده، لأن الله أطلعه على ذلك، بل إنه كان يرى حفيف أقدام بعض الصحابة في الجنة، ورأى قصور بعض الصحابة في الجنة، ورأى كيف أن بعضهم كان يغار في الجنة كما هو معروف في الأحاديث الكثيرة. وعلى كل حال فالذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة معروفون ومثبتون نحو من 40 شخصا، ولكن فيما سوى ذلك لا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك. هناك تزكية أخرى زكاها العلماء لأهل العلم، وهذا احتيج إلى ذلك حتى يؤخذ منه أو لا يؤخذ. تعلمون أن الناس رووا الأحاديث، كان منهم الرواة الصادقون، وكان منهم من هم دون ذلك ضبطا أو عدالة، وكان هناك الكذابون والوضاعون وجد في التاريخ، ولكن العلماء تخصصوا في هذا الأمر جزاهم الله خير علماء الحديث، وكفوا الأمة هذا الأمر. فحينما
يروى عن الشخص لابد أن يعرف. هناك طبقات ثقات، وحينما يقول هذا المحدث هذا مثلا يحيى بن معين أو أحد المحدثين فلان ثقة فهو يقربه إليك، وقد يقول فلان ثقة ثقة وهذه عبارة أخرى، وقد يقول فلان ثقة 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 إلى 7 درجات. هذه مستويات، لأنه سمع أحاديث هذا وقارنها بأحاديث غيره فوجد أنها لا تختلف، ورعى وتتبع حياة هذا الشخص فرأى أنه ليس منسوبا إلى نحلة أو إلى مذهب معين يدافع عنه، ولذلك كان عمل المحدثين صارما إلى درجة أن يقال للرجل ما تقول في أبيك، أحد المحدثين قال ما تقول في أبيك، أي من باب الحديث، قال لا أعرفه. هو لا يعرفه، طبعا هو يعرفه شخصا، يعرف اسمه، يعرف لأنه عاش معه هذا أبوه، لا أعرفه في المحدثين المقبولين، هذه درجة لا أعرفه. وعبارات المحدثين من في هذا الباب من أدق العبارات في التعديل وفي التجريح، وهناك كتب للتجريح للتعديل والتجريح ككتاب الرازي، وهذه تراث الأمة الذي جهله الناس ثم أصبحوا يتحدثون من خارج العلم به.